بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن كجرنا كتابك ثلاثة الأصول وأدلتها، أو الأصول الثلاثة. شيخه دمينتي مركو وكسوها هذا الله سبحانه إنه كرجس ليه عبادة ذا وكرجس مدينه هاي وسوق الرغي أيو ماشي وحنو بشيغي يا عشر كانو كبر الله بنايا وحكم إذا أنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. هل كان شيخه كشيغي إلى 17 مثال وتصالح وأه من أشهر أنواع العبادات نوعية عبادوينك وقم غشرة بدن وعن سنة وقوة وحو سردي سي سردي كدبنا وحو أدل إستاغي مدمد شيخه حير وأنواع العبادة عبادوينك النوعية دود التي مدعس أمر الله بها إلهي أو فري اللي عابد إساق مثل الإسلام وإسلام كوكال الإسلام والإيمان إيمانك والإحسان سدح ذات سبا سيقارو أشرح دونا مد ولبا مركي لقارو معرفة العبد بدينه معرفة العبد دينه الكا مركي لقارو أيو شرح دونا سدح ذات سبا وأنا سدح مرتبه وإسلام كليه مرتبة كوبادة أقوى واسع سن ومعناها لو لجي ده دتك إسلام كهيستاهي أيا كبضا دتك إيمانك لغو تلمامي كار هل كدتك إيمانك لغو تلمامي كار إيمانك هيستانا أي كبضا يهين دتك إحسانك لغو تلمامي كار مرك مرتبة كوبادة وإسلام كي مدى لبادنا وسيعر اليوم إذا وإيمانك مدى صدحادنا وكسي عريري بدنت وإحسانك ومرتبة كسر رايدة إحسانك يا مركب كسر راي إيمانك يا كحجة إسلامك يا كحجة شرحات دي إذن هالكاسي كو إيمان إذا إن شاء الله. ومنه الشيخ حير وحا كمد دعاء يعني عباداتك الدعاء دعاء دي إلهي النبري والخوف عبسدي والرجاء يا رجدي والتوكل استرسار شدي والرغبة يعني إن للرجيه إلهي أكتس وحا أهاضي ولا جعل إلهي أكتس وحا أهاضي وعد يا بلنقاد والرهبة يا عبسي إن لقى عبسه إلهي أكتي سوى هذه أو وعيد والخشوع إن إلهي الإسود اللي يا والخشية عبسي لا عبسه والإنابة إن لا الله إلهي لا توبت كينه والاستعانة كالميسي إلهي لقى كالمد دلبه والاستعاذة إيه دلبد إلهي ما ينقلكيس لدلبه إيه والاستغاثة إلهي إن استغاث غوث لو يديسته قرمد إلهي لو يديسته والذبح قورع إلهي درث لو قورع والنذر شرط لحرته النذر وغير ذلك إيه أنت أصبح أنا هين ومن أنواع وحان هين ومن أنواع العبادة عبادة نعيد ذا أنت الآن شاغي غير ذلك المذكور أنت الآن شاغي وحان هين ومن أنواع العبادة نعيد عبادة ذا التي تاسو أمر الله بها إلهي ونفرق ماشي أنا ما في شيخ كسر دي جملة داس وعبادو ينكا مذو لبنا ودول استاقي دونا هنقار وشرح دونا تعريف كذا إيا واحد تهينا هالكاس يانكم يعني مريد دونا وحير وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها هو شاق مركا إنا يهين عبادوين إلهي ونفر إنايته كلها دمانتد لله إلهي أصدنا أنت سبحانه وتعالى. العبادة مركا لغة وحويان التذلل والخضوع لغة أهان ما كلا في رئيس دولين هي خضوع إن لم موجيه أيان ليرا هذا عباده والنوع مرك التذلل وكجر رئيس دولين هي هو سسكو لقد أحد نسكو دولين شرعي أهان تعريف علماء كشي أغان تعريف هو مشهور سن وغنى واضح سن وجامع سن وحويان تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكو تعريفي
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة وحل يرهد ومقع جامع أنه مقع وحبذا نيسوه سجلايا ومقع وحبذا كل ما أري وحبذا كل من آية أري قاسو جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وكل من يا أرورنا يا سوه سجلية وحولي بو الله جعلي هي ورالكي وحولي بو إلهي وجعلي ورالكي هي ومن الأقوال قول يا والأعمال عمل السماء قول ولي بو إلهي وجعلي هي يا عمل ولي بو إلهي وجعلي هي ورالكي هي يا عبادة اللي يرهد أقواشاس يا عماشاس الظاهرة موقتة موقتة يا والباطنة مد قرصون وقرصون حلولج هذا قول القلب وعمل القلب وح قلبي يكون قرصون مركب وح سوق يا ماشاس وحي قلبي قال لقى سمينا هي يو أعماشي حبناها لقى سمينا هي يا أعماشي اللسان كي عرف لقى سمينا هي انتو بوا سوق يعني انتاس وحي إلهي وجعل يا هي وأورا لك هي هي يا عبادة اللي رحلة إنه جعل يا هي وأورا لك هي هي نوحى أن تصينا يدليل نوغوه إنه إلهي نفره إلهي إنه نفره فردها سميد واجبين ها أهاتو أما سميد سنة ها أهاتو قرآن كه قصة أرورته أما أحاديث كه قصة أرورته مركع عبادة إريقاس عبادة هو إنتاس ومقع كل سنة يوح ولب إلهي وجعل يهر لك وقولي فعله يا عبادة مركع أقواش يا أفعاش إلهي وجعل يهي يا عبادة اللي رحل انت انا هدي ان في رنمد ولبا انت سوسو قليه الدعاء تصال هو شيء عرف لو غدا واقه والهي وحلو ويدي سنه الهينا واجعل يا او سلا امرك به سلا امرك به فادعوا الله وادعوه هذه هذا فربنت دل الاسر الخوف عبس الهي لقى عبس انا يا القران في قصه ارورت في بوحده توكل الرجاء يا الرغبه لما انت عباده سجود هان الله بيقول قيف سنتا وقيبتك وقد وحو يعني عبادة عام ومركاسي الدومضو يعني إلهي أي عبيد ويهن إلهي سبحانه وتعالى أي عبيد ويهن أولو لجده يعني كلهم تحت تصرفه وقهره لما أنت تثقى أطلية هي يعني إني واجب كته عبادته أنه يجب عليهم عبادته إني عابدان إني واجب كته ما عابدين وما فوليين وأهرين كله لكن إني عابدان واجب يكون أهيد أساقين أهو كان سيهن لما أنتود وأمر كيس كوني قاه أي قاهتا هبدي دان أمر كيس الشرع قاه وحكم مده إن عاس مركا أدومي كوديهن والله سبحانه قرآن كوهو كويري إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لما نوح كسوغن سموينكا يا دولالكا وحا كسوغن لما انتو إلهي أي إيمانا يعني إيغو أدونه عبد قاس مركا عبادة سوى عبادة عام كأهيدو إنو إلهي أتاليو وإساق قهري كيس أودي ساني كبه كرين وأمر كيس كوني كا أي قاتان إيوه إني واجب كتا إساق إني عابدان سوى عبادة عام كا عبادة خاص كا أهنا وحا ويان يعني عبودية خاصة كفؤ المؤمنين وأه الطاعة والتقرب إلى الله مدى كجرته إن إلهي أمر كيس الشرع قال لقاتي إلهي أمر كيس الشرع قال إن لقاتي وأمر كإله لو دوادي فاسنا وعبادة خاصة عبادة مركة ماشي الله قهد الله يا هي وامد خاصة أنواع العبادة التي أمر الله بها وأعماشي إلهي ونفرئي أقواشي شيخ مركو كسو هاللي نوعيه ذا أوسر دي عبادة ده. إلهي سبحانه وتعالى أوفر أدوم دي سنة يسيكو عابدان وحو الضبط لغي ويقول كلها لله لما أنت الله أي إسكاله لما أنت الله بأسكاله والدليل وح معناه كل جيس أصغنات والدليل وح كو دليل قوله تعالى إلهي قول كيس أوبيري وأن المساجد لله مساجد إله بأسكاله كل جيس أصغنات فلا تدعوها بريننا مع الله إله لجركس أحدا أحدا بريننا مساجد معناها هذا أهرا أصمرني أوه واتيان كصفر كصفر صرني صدح معنو وكلا أهد المساجد إن لو نجيه
أماكن السجود ميلها لو سجوده ومركا لو لجيده البقاع كلها دولار كودن لو لجيده وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إن لو لجيده دول كودن ودول كودن نبي إلهي وحو قدقى صلى الله عليه وسلم وحو قدقى ميل لو سجوده مكان السجود أي وحو قدقى ميل لو دكده إيا إن لو لجيده أعضاء السجود حبنها لغا سجود إله بقى إسكالي كدين لا يرى دولك ودانا لو لجيه دحن دولك ودانا إله إسكالي أحدا الله هن يلو عابدي إيا إن لا يرى حبنها لغا سجود ورحبنها تك سجود إله بقى مضان وإسكالي سقا أبو ريا سقا مضان إنه سجود أحد كالي إنه أغو سجود إيا أحد كالها كو عابدي إيا إن لا يرى هذو المساجد ده وحلو لجيه ده صلواتك صلواتك لو لجيه أو سجود ده لو لجيه ده علماء قارو فسرني وتهور صمرني فلا تدعو مع الله أحد إله لجركيس أحد فليها عابدين ودعاء إن لغو فسره دعاء العبادة وعبادة ذو إن يكون سنيد تاسوا تفسير سيدو كان إن لغو فسره دعاء المسألة أو مسألة دي عبادة كلي إن يكون خاصته أي نوع تفسير كلي مركها الدين عن عبادة عام كاكو دعاء عام كاكو فسرنا نوحا لأنه فلا تدعو عابدين مع الله إله لجركيس أحدا أحد عابدين مرك ويحض عبادة للصور شيء قولا إلهي ما دام أصغنات عبادة نغطي أحد كلا لو لم يجي السكر أو لقو ما عابدك يعني أنا نراه أنه دعاء لابد يبقى سوق لأن دعاء ودعاء المسألة فلا تدعو عابرينين مع الله إله لجركيس أحدا أحد عابرينين فمن صرف مثل اللي حي ويل الشيخ منها على العبادة سكمتها شيئا وحكمتها لغير الله إله أحد عن أهين إلا حي فهو مشرك وميد إله إلا ولادي وكافر قال ومشرك وقال عبادين قال صوشيها يو غيرها من أنواع العبادات إن أن لسوشيقين لكن عبادة مربها دي أي سقناتو إن عبادتها إلهي بكري بسسكالي إن لليحيو أحد كان لليحيانا فهو مشرك قالوا نقنا يقفك اللحية وكافر مشرك إيو كافركو مشرك أيا خاصا كافر كان عامسا وقف غلبه الشرك السمي كافر ويان قف غلبه الشرك السمي كفري يكودع والشرك هو كفري لكن قف غلبه كفري كودع وهل غاية أنه الشرك كودع وحيالا قاركو تسأل أهان هدي ومصحف كو استاغ وكفري يكودع آدي آدي أفر بذيهن وحيالها كفري أقوال يا أعمال يا عقيدوين يا سوق ليه مرك كفري يا كواسع سن شركي كفري يا كواسع سن شركي قف في نبي أنبياء كم إذا بيانية قف في ملائكة وح كم إذا بيانية ملك ملائكة كم إذا كجي أستيسا أما دينتي وح كم إذا أنبياء دي وح كم إذا وهكذا مرك هو مشرك كافر تحسن واحد قصة أرورتي أدلة آدي آد أفر بضان ما أهن تحكم شيخ وكو تحكم معي واحد أدلة قصة أرورتي شركي قولا واحد كو شب ما إذا أو كو أرور إذا إبادة الله سبحانه وتعالى كلجس إنو ليه أحد كمالك الأول أحيانا إنو شركي السمي شركي إنو كو دعا أي شيء ليس الله سبحانه وتعالى markii ay koraan fulkiga iyo doomaha markii ay koraan oo badda iyo khatarteeda ay koraan ilaahay cibaadada u gaar yeelan ama ducada u gaar yeelan mukhlisiina lahu din ilaahay baryaan iyagoo cibaadada u gaar yeelay falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun markuu ilaahay soo badbaadiyo ay ogaadaan khatartii inay kasoo fakadeen oo banaanka yimaadeen shirkii hore ka bilaabay ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون آية داس مركو حلو الشاوي دعادي أي إلهي أقار يلي مركي بدأ كجرين مركي بره أصبحان إن شركة كسنا يعني مركي دعاد أحد كان لولي أحيان شركي نغطي إلا شركة كتل معه كفر وكتل معه أوه وحيري إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم كفر وكتل معه وأنا بذينه القرآن معنا واتسالم وإيه آدي آدي أفر بذينه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لا يوحى الشاق النعمة
noocyadeeda kala duwan inay xaggiisa ka ahaato isagu addoommada siiyo, addoommaduna markii dhib taabto xaggiisa inay u cararaan, laakiin markii dhibka uu ka faa'iido inay shirki bilaabaan. Ducadii ay isaga u gaar yeelayeen oo hadda isaga ay ula jeesanayeen markay barwaaqo galaan axad kale ula jeestaan. Marka ducadii Ilaahay wuxuu ku tilmaamay axad kale ula jeesta inay shirki tahay. Idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuun. Marka wax sheekhu uu masaajkiisa kala imaanaya ma ahane waxa weeyaan wax qur'aanka ku qariran oo ku sugan. Intaa markii uu ka gudbay sheekhu wuxuu bilaabay mas'alatan mas'ala inuu u dul istaago masaa'ishii uu sheegay oo 17 ahaa. Sheekhu wuxuu yidhi waddaliilu qowluhu tacaala, waxa kuugu daliila waxaasoo dhan inuu Ilaahay uu la keli yahay, inuu la keli yahay, axadkii axad kale u leexiyana oo allah aan ahayn inuu mushrikun kaafir yahay, waxa kuugu daliila qowluhu tacaala, Ilaahay qowlkiisa uu yidhi waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhara, midkii barya ilaahay la jirkiisa ilaahan aakhara mid kale, ilaahayna waa baryaya, ilaah kalena waa baryaya. Baryadda uu baryaahi ayaa ilaahni ilaah ka dhigaysa. Shardi maahan inaad tiraahdid waa ilaah oo afka uga dhawaaqdid, laakiin inaad tilmaamihii ilaah siido ayaa ilaah ka dhigaydo. Haddii aad aaminto inuu kuu awoodo, waxaan allah mooya axad kale awoodi, haddii aad aaminto inuu asagu ku abuurtay, haddii aad aaminto inuu wax kuu dhibi karo, haddii waxaad siday tilmaan ka mida tilmaamihii allah uu lahaa, tilmaamihii rububiyada haddii wax ka mid aad siido, adigaa rabbi ka dhigay. Waman yadcu midkii barya ilaah maca allaahi ilaahi la jirkiisa ilaahan aakhara ilaah kale laa burhaana lahu, oo ayna u sugnaan wax xujo ah lahu isaga bihi midkaas uu caabudaya iyo cibaadadaas uu caabudaya un wax xujo ugu haysan, fa innamaa xisaabuhu cinda rabbi, kaas xisaabtiisu waxay ahaatay oo loo dibdhigay ilaahay agtiisa, allah baa la xisaabtamay. Innahu laa yuflixu lkaafiruun, sha'nigu wuxuu yahay ma liibaanaan kuwa kaafiriinta ah. Marka Ilaahay wuxuu ku tilmaamay axadkii axad kala baryo oon allah ahayn, axadaan allah ahayn midkii allah la baryo allah dhinac dhiga, inuu yahay kaafirun, innahu laa yuflixu lkaafiruun, kaafiriintu ma ay hagaagaan, ma liibaanaan. Aayadii aan sheegnoo kalena shirkigay tilmaameen, midaanu kufrigay tilmaan, oo aayaddii aan sheegaynay idaa hum yushrikuuna liyakfuruu labadaba way sheegtay. Aayaddii kale idaa fariiqu minkum birabbihim yushrikuuna shirkigay sheegtay. Masaladaasi marka waa masalo cad. Qofku cibaadada allah uu mudan yahay hadduu axad u leexiyo inuu shirki iyo kufri ku dhacay, masalo cad weeyaan. Waman yadcu maca allaahi ilaahi la jirkiisa axadkii barya maca allaahi ilaahi la jirkiisa ilaahan aakhara ilaah kale laa burhaana lahu, oo aan u haysan xujo bihi isagaas aan xujo u haysan, fa innamaa xisaabuhu cinda rabbi, xisaabtiisu waxay ahaatay allah agtiisa, ilaahay baa lakala xisaabtamay arrintaas. Oo dembi weynu ku jira oo shirki weeya, waxaana ku tusinayaa inay shirki tahay. Innahu laa yuflixu lkaafiruun, ma liibaanaan gaalada. Marka axadkaas xisaabtiisa allah ayaa loo dib dhigay oo ilaah baa la xisaabtamaya, xaqiiqadana hadda loo sheegayaa iyo xukunku meesha u dhacayo waxa weeyaan inuu gaal yahay, gaalna uusan liibaanayn, gaal inuu yahay gaalna una liibaanayn. Aayaddaasi marka si haddii loo fiiriyana waxay ka hadlaydaa ee ducadii waman yadcu maca allaahi ilaahan aakhara, si kale haddii loo fiiriyana waxay ka hadlaydaa guud ahaan cibaadooyinkii aan soo sheegnay. Wa fi lxadiisi, sheekhu yidhi xadiiskii waxaa ku sugnaaday adducaau mukhul cibaadati, ducadu waa dhuuxa cibaadada. Cibaadada macnaha boos muhiim ah ay kaga jirtaa, sida dhuuxuba uu uga jiro qofka ama axadka noolaha uu uga jiro meel muhiim ah oo dhuux la-aantiis una noolaa karin, sidaasoo kale cibaadaduna meel muhiim ah ayay kaga jirtaa, ducaduna meel muhiim ah ayay kaga jirtaa cibaadada. Xadiisku Anas ibn Malik ayaa laga wariyay radia allahu canhu, laakiin waxaa ku jira Cabdullaahi ibnu Lahiica oo aakhirkiisii taqayur uu ku dhacay, waxyaalaha lagu eedeeyay ay kamid tahay inuu isbedelay, maskaxdiisu isbedeshay, khulaasaduna ay tahay in dacfi ku sugan yahay tadliis ha ahaado amase isbedelka maskaxdiisu isbedeshay ha ahaato ama xifdigiisa yaraantiisa ha ahaato, almuhim inuu dacfi ku sugan yahay oo aan lagu mutaabaxayn, axad ku mutaabay una jirin. Dacfigiisu macnaha shadiid ma ahan, hadduu mutaabaca heli lahaa uu xadiidku sare ayuu usoo qaadmi lahaa.
لكن متابعة ما هي. لكن حديث كان حديث كو معناه ومس كسي حال دير أيا سقناضي والنعمان بن بشير كسقناضي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرى الدعاء هو العبادة دعاء يدا عبادة دي أهبة حصر قاس للشيغين مركا وحصر عجيبة وعدينا يعني دعاء بوسك مهم كا وأي كجوكته يعني عبادته حديث كان مركو أبو بكسي حال دير يهي الدعاء هو العبادة كتب نوح أخري آيات نص سعته وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ودري الشنة يا النبي صلى الله عليه وسلم وعدينا يا آيات داس بسرعي مرك حديث كاسان وفرا الدعاء هو العبادة دعاء أيضا بعبادة دي أهب الحج عرفة أو كلويان مواكسي درنتاي حق حصري إيو مارك توقاري يريد وهي مدى لسيد دعاء دي مرك كتوسين هكذا هي بوسك أي كجو بتاع عبادة ده. والدليل وحا الدليل هي رسيدك قوله تعالى إله قول كيس معناها عباد دعادي إني عبادته والله كل كيس ليه وحا الدليل أه قوله تعالى إله قول كيس وقال ربكم أبقين وحي ادعوني بري أستجب لكم وإذن أجيب يا يعني بري وإذن أجيب يا وحي آت ربتين وإذن سين يا إن الذين كوا يستكبرون اسكوين عن عبادتي سيدخلون وحي قليان جهنم داخلين حاليهم كوا دول ليسا بالجلال هذا أمرك وحلوش يا غي يعني إلهي إنه أدوم هذا فري إن لبري ادعوني وحكى الوش يا غي إنه كأجيب يا وشغل أجيب سأسوق إليه وأن أبلن قال إلهي نما كما بحب لنت وحكى الوش يا غي يعني دعاء إن عبادته إن الذين يستكبرون عن عبادتي قفك اسكلوين عبادة إلهي يهو عقابي مركز الدعاء هذا اللي صوش يا غي عبادة لقد وأنه عبادة كمذا حديث كنا وحو الشيغي يعني المهمات كأبوها وين يكون جفت دعاء مرك إن عبادة تحي إلهي وكرجس ليهي إلهي وكرجس ليهي لو وجين كدري شنين ومد كوبادي وحن كدري شنين إن النوع عبادة كمذا أيضا سيدا الدعاء مخل العبادة حديث أو شيخ وصوقات هدي أي نقطه نوع عبادة كمذا أهنا عبادة إلهي بكرجس سكالي واحد كلامي يا لكر sidoo kale qodobka labaad waxaan dariishanaynaa Allah subxaanahu wa tacaala inuu sheegay isagu inuu leeyahay isaga inuu leeyahay oo axad kale aan lala baryi karin waman yadcu maca allaahi ilaaha aakhar marka waa daliil caam ah iyo daliil khaas ah daliilka caamka waxa weeyaan adilada usoo aroortay cibaadada inuu ilaahay la keli yahay oo dhan ayaa nagu daliila an ducada ilaahay uu la keliya daliilka khaaskana waxa weeyaan adilada ka hadlayda ducada in ilaahay loo baraxtiro ilaahay loo gaaryaalo sida waman yadcu maca allah adilo fara badanna waa usoo aroortay oo ay ka mid tahay allah subxaanahu watacaala qowlkiisa uu yidhi fadcu llaha mukhlisiina lahu ddiin walau kariha alkaafiruun ilaahay wuxuu yidhi ilaahay keliya barya xaalaatihim kuwa u baraxtiraayo u gaaryeelaayo cibaadada gaalada haba nacdo hadiido haka xanaaqdee walau kariha alkaafiruun gaala haba ka xanaaqdee adunku ilaahay keliya barya sidoo kale allah subxaanahu wuxuu yidhi wadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin ilaahay barya keligiis xaalaatiin ku baraxtiraaya cibaadada wuxuu kaluu yidhi huwa alxayu laa ilaaha ilaa huwa fadcuuhu mukhlisiina lahu ddiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay waa midka nool ilaah kalena ma jiro xaq lagu caabuda isaga mooye fadcuuhu isaga barya mukhlisiina xaalaatiin ku baraxtiraaya lahu ddiin ilaahay cibaadada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay isagaa mudan mahadin oo dhan isagana caalamku rabbi ah allah subxaanahu watacala wuxuu yidhi lahu dacwatu lxaq ilaahay waxaa u sugnaatay dacwada dhabka ah dacwadan haddii dacwada khaaska laga dhigay ducadii ahna waa nacam haddii midii caamka laga dhigana way soo gelaydaa waladiina yadcuuna min duunihi laa yastajiibuna lahum bishayin ila kabaasidi kafayhi ila almaai يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أيضا سمعنا وحن الوشاقي إن إلهي كليجيس وليه بريض كوا اسكدي إن بريان وح إلهي كسو كيانا إن لو أجيبي وإلهي ساكو تلماما إن الدعوة أجيبه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وح إلهي كتو سالي أحد أمن إعال غركي سيستاغي إعال دار إقعمها أتاكتي biyaha miyay soo boodayaan oo qofkaas gacanta u gelayaan waa maya u geli maayaan gacmihiisa daari doona oon mooye wax kala qaban maayo
sidaas oo kale waxaa ah marka qofka axadan allah ahayn baryaaya oo barya ka raadina axadan allah ahayn in uu u ajiibo oo usoo jawaabo rajaynaya, midkaasi waa la mid wax faa'iidaa uu ka helaya malaha. Allah subxaanahu wa tacaala marka uu reebay in la baryo axadan allah ahayn waa daliilka saddexaad. Mar hadduu noo caddaato in cibaadadu ducadu ay cibaado tahay, waxay daliil nuugu filan tahay in ilaahay uu keligiis leeyahay. Haddana ay noo caddaatay inuu ilaahay yiri keligay ii baraxtida ducada, sida adillaas badan aad maqlaydaan, fadcullaaha mukhlisiin iyo wadcuuhu mukhlisiin iyo mukhlisiin mukhlisiin aad u jeedaan. Qodobka saddexaad ku xigaana waxa weeye inuuba u diiday axad kale oo uu ka nahiyey, sida aayaddi waman yadcu maa allaahi ilaahan aakhar iyo aayadaha qur-aanka oo kale qul innii nuhiitu an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illaah lama jaءani albayinaat min rabbi wa umirtu an uslima lirabbi alcaalamiin. Aayaddaas ilaahay wuxuu ku sheegay, wuxuu yidhi ku dheh innii nuhiitu, waa la ii diiday, an acbuda aladiina tadcuuna min duuni illah, inaan idinla tuugo oon baryo caabudo kuwaad idinku baryaydaan. Min duuni illahi, ilaahay ka sokow. Lama jaءani albayinaat, markuu hanuun ii yimid daliil iyo bayinaat caddayn ay ii yimaadeen ayaa ilaahay iga nahiyey, ilaah baa ii diiday wuxuuna ifuray inaan u hoggaansamo an uslima lirabbi alcaalamiin, ayuu ifara. Meeshaasna waa daliil kale. Waxaa daliil kale noo ah iyadana adiladii aan sheegno ahayd inuu ilaahay shirki ku tilmaamay axad kale in loo leexiyo ducada, faida rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila lbar ida hum yushrikuun. Waxaa la sheegay axadkii ilaahay axad aan ahayn ducada u leexiyay inuu shirki ku dhacay iyo kufri inuu ku dhacay ayaa lagu sheegay. Adiladaasoo dhan maxay noo sheegaysaa? Waxay noo sheegaydaa ducada inuu Allah subxaanahu wa tacaala keligiis uu leeyahay, ay noo sheegaydaa in loo leexiyo axadaan allah ahaynna shirki iyo kufri ay tahay. Leexinta waxaa ka mid a inuu qofku uu yidhaahdo ilaahay ka sokow, waan axad baryaaya, ujeedkuna wuxuu yahay isaga inaan baryo maahane inuu ilaahay iisii baryo, weyaan ujeedku oo waa waasito dhex, iyaduna waa shirki kale. Waa qur-aanku wuxuu noo caddeeyey waasitadaasi midii ay isticmaali jireen mushrikiintu inuu yahay, oo ay dhihi jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa, ilaahay inaan ugu dhowaano kaliyahu ujeedku yahay, ayaga ujeedka ma ahan. Dariiqaas marka waa dariiqa mushrikiinta. Ama dariiqa ahli tawxiidka waa midan allahu le walilaahay keligiis baraxtira, wailaahay keligiis bari, wailaahay barya waa idin ajiibayaah uu leeyahay. Markaan fiirino adiladan waxay noo caddaynaydaa ilaahay inuuna dhihin axad ii soo mara, ee uu yiri si toosa ilaahay u bari uuna ballan qaaday in la ajiibo. Nabiguna sal allahu calayhi wasalam waati uu sheegay dacwada ajiibisteedu inay saddex qodob oon mid tahay, oo qofkii in markaas loo ajiibo wixii uu doonay oo si loo siiyo, iyo in loo dib dhigo xisaab aakhiro loogu daro miisaankiisa loogu kordhiyo, iyo in balaayo usoo socotay yuuna isagu ogeyn looga dafciyo. Marka ilaahay inuu ajiibo asaa ballan qaaday. Dariiqaas waa dariiq la yaqaano oo amara ilaahay ku bixiyay inaan isaga barino. Ambiyada haddii aan fiirino dariiqa ay mareen, markaan eegno ilaahay keligiis baryaaya oo axad kale ayagoo baryaaya oo oranaya ilaahu fulaanaan kuu soo marnay ama fulaanow ilaah baan kuu dirnay arki maydid. Malaa'igtu sidoo kale ducooyinka qur-aanka kusoo arooray oo rabbana 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 ay leeyihiin, waxay dhammaantood ilaahay bay baryayaan. Mu'miniinta wanaagsanoo ilaahay ka warramay oo qur-aanka uu kusoo naqliyey ducadooda uu kaga khabray, iyagana waa sidaasoo kale axaday soo mareen oo ilaahay u mareen lama sheegin. Intaas kadib waaxid khuraafi marka intay yimaado inuu yidhi adila aan keenaya in awliyada la baryi karo, xagee ka keenayda adilada? Qur-aankii oo dhan halkaa ku diraarsaday, xagee adilada ka keenayda? Markaas wuxuu kuleeyahay xadiid oo waxaa jira oo maaragtay caaisha waxaa laga wariyay inay ay maaragtay kor intay ka furtay gurigeeda ay nabiga sal allahu calayhi wasalam barakadiisa dalbayd, oo nina intay yimid oo nabiga agtiisa tagu rasuul allah abaaraa dhacday, markaasuu qabrigiisa intay u tagay abaaraa dhacday, yiri markuu tagayaa nin riyooday, markaasaa la yidhi waa lagu ajiibay ducadii rasuulka abareed. Waxaas maxay yihiin? Waxaas ma qur-aanka ilaahay ka hor imaan karaan? Inta adilo la sardiyey oo ha ahaato amar ilaahay uu baxshay, ha ahaato khabar uu dadka wanaagsan ka qabray, ha ahaato ducadii ambiyada iyo malaa'igta iyo dadkii wanaagsan, intaasoo dhan waxaa u burinaydaa nin aan la aqoon oo baadiye ka yimid anaga qabrigiisa ku agtuugay, markaasaa wax loo ajiibay? Ma intaasa ku burinaysaa? Saa darteed waxaa dareemaydaa dacfiga iyo lidnaanta ahlu shirkiga ay la wareegayaan.
qofka muwaxid kaahi marka magarba inuu adiladaas aadka iyo aadka u fara badan isagoo haysta in laga waswaas geliyo oo uu taag darnaado amaama ahli shirki, marka adiladaas oo dhan uu haysto inay khuraafaad inta ula yimaado. Istiqaasada waa bannaan tahay, tawasula la yiraahdaa iyo waxa la yiraahdaa awliya karaamayntood iyo waxaas inay ula yimaadaan oo isagu markaas ku daciifooba agtooda, miyuu gar u leeyahay? Gar uma lahan. Waxaasoo adila inuu barto weeyaan oo uu ku dafciyo. Wax hal aayaday keeni karaan iyo hal xadiisay keeni karaan ma jirto. Ee qisooyin fulana fulan qabrigiisa tegay iyo hebela hebel ag wareegay wax lamida, dhammaantoodna markii dib loogu laabto wax jira aan ahayn oo ayaguba aan sugnayn, dadka la sheegay aan ka sugnayn. Nin reer baadiyaha qabriga nabiga sal lay slm tegay uu baryey ma sugnaba. Nin reer baadiyaha lama yaqaano, dadka soo wariyaan lama yaqaano, midka riyoodaan lama yaqaano, wax ka jira wax dhan ma leh. Waxaasoo kale marka miyuu mudan qof muslimka inuu agtooda ku daciifo ma? Taas waxay tusinaydaa ahamiyada caqiidada iyo in juhdi lagu bixiyo awood la saaro muhiimadda ay leedahay, sababtoo masaa'ishaas aadka u waadixa oo qur-aanku badankii iska hadlaayo inay maantay mujtamacana muslimka dhexdiisa ay zaczac uga jirto iyo waswaas iyo muran iyo dood ay uga jirtaahay waxay ku tusinaydaa khalalka dhacay, heerka uu gaarsiisan yahay. Waxaasoo adillaah inay ka qarsoontay oo markaas shubahaad ay suuragal noqotay in shubahaad lagu soo arooriyo masaa'isha sidaas oo kale u cad. Allahu almusta'aan. إلى هنا والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق.